أخدم بالفرقة 17 بالرقة، فريت بسبب المجموعات الإرهابية المسلحة. أنا أهلي ساكنين بإدلب خان شيخون، تعرضت لضغوطات أهلي بدهم يقتلوني وكذا، فقد اضطريت على الفرار يعني من وراء المجموعات المسلحة. محمود حموري بفضل الرئيس والجيش العربي السوري اللي حررنا من المجموعات الإرهابية، وبسبب العفو رجعنا، والشباب هون ما عم يقصروا، ما يعملوا لنا تسويات وما يسهلوا لنا كافة أمورنا يعني،